اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي في الايام الماضيه وفي هذه الايام واكيد اغلب العراقيين سمعوا بالاحاديث والتعليقات والبيانات التي صدرت بخصوص الحفلات التي حصلت في بغداد خلال الفتره الماضيه والقريبة القريبه حفلات فنيه عديد من الحفلات حصلت في بغداد وإذا بقوى العملية السياسية أغلبها أو من تسمي نفسها بالأحزاب الإسلامية وهي أحزاب تدعي الإسلام وسأقول لماذا يعني سيأتي الكلام هو واضح لا يحتاج للقول لكن 18 سنة أكثر من 19 سنة أكثر من 18 سنة حوالي 19 سنة يعني أهل العراق عرفوا هل هذه إسلامية أو غير إسلامية عموماً لكن هي تسمي نفسها احزاب اسلاميه بغض النظر عن هذه الحفلات وغاياتها ومن جاء فيها وما عرض فيها وما قدم فيها بغض النظر عن هذا الموضوع هذا لا يعنينا لان وضع البلد في اطار العام هو يعني خرب جدا ومتهرئ واصل الى درجه يعني الدراسات تسمي على حافه الهاويه، والدراسات الغربية تسمي في في عمق الهاويه، وأهل العراق يدرون ان يعرفون ان العراق الان في وضع خطر وصعب لم يمر به في تاريخه. عموما بغض النظر نقول مره اخرى عن هذه الحفلات، ماذا قدم فيها؟ من جاء فيها؟ ماذا قالوا فيها؟ من هم قدموها؟ هذا مو لا يهمنا لكن لكن ليس حديثنا عنهم لكن حديثنا عن هذه الاحزاب اللي جن جنونها وثارت ثائرتها وخرجوا ببيانات وتصريحات صدر الدين القبنشي من الصفحة ونور المالكي من الصفحة وما منهم من الصفحة وبيانات من كل الصفحات واخرها كان نور المالكي زعيم حزب الدعوة قال يعني العراق اصبح يحتضن بالنص قال العراق اصبح يحتضن الساقطين في الحفلات الماجنه وعلى الحركات الاسلاميه التصدي للحرب الناعمه الموجهه ضد المجتمع العراقي هذا الذي قاله الساقطين في الحفلات الماجنه وعلى الحركات الاسلاميه التصدي للحرب الناعمه الموجهه ضد المجتمع العراقي هي هذه الاحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية التي يسميها المالكي وهو منهم ما كان عليها تصدى لفسادهم ولخرابهم لدمارهم لكي لي... لي... لا يكونوا أجراء لدى الأجنبي عندما احتل العراق ولكي... لكي لا يكونوا خدما له طوال هذه ما يقرب 19 سنة في عملية السياسية وفي دستوره وفي سياساته ألم يكن على الحركات الإسلامية هذه يسميها المالكي وهذه الأحزاب اللي يدعيها القبنشي وغيره صدر الدين القبنشي وغيرهم أن تتصدى للطائفية والفكر الهمجي والخراب والتدمير وهو المجتمع العراقي يعني هذه الحرب الناعمة التي وجهت إليه فنانين وفنانات وكم حفلة هي راح سقط المجتمع العراقي مفهوم 18-19 طعص سنة تشتغلون على المجتمع العراقي بالفساد والخراب لم توجهوا يوما ضد الفساد تدافعون عن الفساد والخراب دافعتوا عن الفكر الطائفي خربتوا البلد سرقتوه سرقات الفساد هذا السرقات كلها اللي سرقتوها وين الفكر الإسلامي شنو علاقة الإسلام بالسرقة والخراب الإسلام دين 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 من من اعلى الاديان دين سماوي من اعلى الاديان ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى الخير والى البر والتقوى واليد النظيفه قتلتوا سفكتوا الدماء وسرقت أموال الشعب وزدتم الفقر والبؤس والخراب والدمار والهجرة عشر ملايين عراقي خارج العراق 6 ملايين عراقي هاجر هاجروا بالداخل وخربتوا المدن ودمرتوا وشأتوا الطائفية وفرقتوا المجتمع ومزقتوه وأسقطتوا التعليم وأسقطتوا الصحة وأسقطت كل الخدمات وتتحدث أنت عن حرب ناعمة ضد المجتمع العراقي وحربكم شو يسموها حرب خشنة أم حرب ناعمة يعني هاي الحرب الخشنة اللي اللي سويتوها يعني واللي مع المحتل الأمريكي ها شو تسميها عندما تروح تصلي أنت على أو تقدم الزهور على قبور جنود الأمريكان اللي اللي قتلوا في العراق واللي جاؤوا محتلين العراق وتسميهم محررين ماذا تسمي هذا يعني اليوم أنت مقاوم وأنت إسلامي هل هذا من الإسلام في شيء هل الحديث عن هذا الموضوع هو هو المهم في العراق؟ من اوصل العراق الى هذه الحاله؟ لو كان المجتمع متماسك، لو كانت ثقافه المجتمع عاليه، لو كانت الرؤيه عاليه جيب من جيب من من يجي، خلي خل العراق مفتوح، لكن من سيذهب له؟ لان المجتمع محصن والفكر محصن والناس محصنه والرؤيه واضحه ومن يختار طريق ال... طريق الخطا ليختاره لكن المجتمع كله سيكون على الطريق الصحيح لكن انت وين وصلت الناس وصلت الناس للبؤس والبطالة والخراب والدمار والفقر والأذى والسوء وتحدث لي عن مجتمع عن, عن, عن حفلات ساقطة وساقطين و... وحفلات ماجنة وحركات إسلامية وأحزاب إسلامية أي حزاب إسلامية حركات إسلامية هذه التي تدعونها هي الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية تقبل بسفك الدماء تقبل بالظلم تقبل بالاعدامات اليوميه تقبل بالتهجير تقبل بالاعتداء على اعراض العالم تقدر تقبل بالاعتداء وسرقه اموالهم تقبل بتهجير الناس هجرت المسيحيين والسنه والشيعة قتلتوهم، تقبل بقتل بقتل المتظاهرين في الشوارع وانت واحد من عندهم مالك قتلت الناس تقبل بالتهديدات، تقبل بالخراب، تقبل بالميليشيات، تقبل بسرقة الأموال أكثر من تريليون ونص أكثر من تريليون ونص دولار دخلت العراق من عام 2003 لحد الان وين ذهبت؟ والعراق من سيء الى أسوأ ومن اسوء البلدان وبغداد اسوء مدينه في العالم وتحدث لي عن حفلات ماجنه وسقوط وخايف على المجتمع انتم خايفين على المجتمع. من يتحدث عليه ان يتحدث بقدر بقدر الاطار الذي جاء به وبقدر الرؤيه التي يراها هو لا ان يتحدث برؤيه اخرى لا تمت له بصلة، أنتم ما لكم علاقة بالإسلام. وهذا ليس اعتداء مني ولا من غيري ولا تكفير لكم، لا. لكن منهج الإسلام واضح. والإسلام لا يقبل هذا ولا يقبل هذا، لا يقبل يعني بالنهار أنت إسلامي ودين وبالليل أنت غير شكل. من يرعى صلاة القمار؟ من يرعى؟ أستغفر الله. كثير من من الرذائل الان موجوده في ترعاها كلها احزاب وبشهاداتكم من يرعاها؟ هذه مو احزاب اسلاميه الحاكم العراق واذا كانت احزاب اسلاميه مثل ما تدعون 19 سنه لماذا العراق بهذا الحال؟ عموما هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقه والخلاصه في هذا ان من يتحدث عليه ان يتحدث بالاطار الذي هو ينتمي اليه والمالكي وغير المالكي ينتمون الى اطار سقط العراق ودمر العراق وخرب العراق واذى الناس وسرقهم وافسد كل شيء عليه ان يتحدث من هذا من هذا المستوى لا يتحدث عن شيء اخر ليس له علاقه به. اترككم بخير والتقيكم في حلقه اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.